يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم واصفا نبيه يحيى عليه السلام بقوله: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فيؤخذ من الربط بين عدم الجبروت والبر بالوالدين معنى، وهو أن البارين هم أكثر الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر، وقلب الطرف في الناس تجد مصداق ذلك، فهنيئا للبارين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر والصلة والرحمة والإحسان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.